استني هيا اصحابي عاملين ايه؟ احنا النهارده في فيديو جديد حلقه جديده مع حكايات قدومي ولولو. عايزين نوصل الفيديو ده ل 10,000 مشترك. اللي ما يعرفنيش انا ليان وانا ادم. ادم بص يا اصحابي قدامنا رايحين بول. بصوا اهو قول كده مسافرين مسافرين احنا مسافرين وكمان هركب الخيل هناك وشوفوا هنركب ازاي. لا انا غلطت. وكمان هنصطاد سمك. سمك ايه ده؟ ايه ده حقيقي؟ وهنروح كمان للصابون ده اللي في البسين. ما عندناش عد اللي ده ابي. بس بص يا اصحابي بصوا احنا هناك هنصور لكم. ماشي احنا النهارده معاكم في يوم كامل كله ايه من الشواق. يشوف اليوم معانا يا اصحابي. بصراحه انا متشوقه قوي، انا عايزه انزل والله. تعالوا معانا يا اصحابي يلا يوريكم اليوم كله النهارده. يلا قليله كنا جبناها. بصوا انا كنت بس تعالى جنبها تعالى جنبها. هي دي احنا ب 100 جنيه تعمل لها 1000 جنيه من دي. اصحابي دلوقتي بصوا احنا كده تخيلوا انا كده في البيت ومعايا البتاعة دي. بصوا عليا كده يعني انا واحدة عشان بص عامل ازاي. البيت دي احسن ولا بني؟ تعالي هنا. عجبك؟ احنا هنعمله ايه دلوقتي يا ادم؟ ايه؟ انا عضو فين؟ يا لهوي ده فيه هويت. وهنركبه مركب. لا واحنا هنشوف اي حاجه اي حاجه نركب مركب وانطي بقى في البحر. ها ايه؟ انا هنط في البحر ما تشيش الحته دي عشان تقومي تقولي لي انا مش هنط. انا هنط في البحر. بس هو مش بحر على فكره ده. ايه ده؟ الله اليوم جميل قوي. في اللولي ده مستنيين المركبه تبدا عشان ننط. بصراحه انتوا حاجزينها يعني ولا ايه؟ ايه ده؟ في ايه؟ هي فين المركبه دي؟ ايه؟ بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟
السما. احنا كده راكبين ايه مركبه في البحيره. لولي مفيش حاجة حلوة من فريسكا فريسكا بالبندق والعسل. اوعى اوعى ابو ما يوصل الريح. في سمك في سمك اللي على ماشي. نركبوا الخيل الاول. ايه ده دلوقتي الارض سخنه. الخيل الحاجة اللي انت بتسويها في السفينة. يلا يا بابا صورتي؟ يلا سيب ده يا حبيبي ما تشدش هتعورني وتعورنا. حد يطلع فوق يا جماعه كبير ياخد ايد الاطفال دي. يلا يا حبيبي احنا يا اصحابي دلوقتي رايحين للحيوانات. ايه حيوانات وده بقى مش عارفه اسمه ايه. ايه اسمه بقى لا والله بس يا فنان. الله الله يا فنان. عايز اركب على النعامه. ايه عايز اركب على النعامه. وفي الاكل جديد. ايه ادم القرف ده؟ ادم هطلعها لموتي. ادم بيحاول يطلع الفار. وهيطلعه يعني في ايه؟ يلا 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 روحوا.
كل شويه اروح اجيب ادم الاقيه في الحيوانات، كل شويه اروح اجيب ادم الاقيه في الحيوانات، خامس مره اروح اناديه يا ادم. انا ناديتك كم مره وانت جيت هنا؟ انا عايزه استمتع بالمكان، عايزه العب معاه عشان بقالنا كتير ما رحناش النص وجوه في شمال. ممكن اطلعه لكم بس هو لسه هنا. تعال هنا شوف. تعال هنا يلا بينا. هو بيطلع لوحده. هو بيطلع لوحده. هو ممكن يطلع. ايوه بيطلع ده طلع هنا ونزل تحت وقعد يلعب ودخل. طب يلا تعالى. دلوقتي احنا بنأكله. في حيوانات كتير شبه ده. بصوا بص ده بيحب الحاجات دي. بيتلم عليه. ممكن استنى. القطة دي لسه موطة بطة عين على الراجل الشعب. بصي اصحابي انتوا بتشوفوا يعملوا اشتراك في القناة في عجلة. كل جديد احنا رايحين الحفلة اللي ماما اسامة زعلاني فيها وانا عايزة العب مع اسامة مع ليرت. ماشي صدقت ان هو ببلاش. تعالوا معانا يا اصحابي يلا ماشيين ولا بوي وتشيل بس احنا متأخرين اصلا.